من أنت؟ الله جل وعلا يناديك في القرآن الكريم ويقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك العلماء كلهم حينما جاءوا عن الحديث عن أنفسهم كمخلوقين: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله يقول: أنت لم تكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك الإمام الشافعي أمسك بيضة فرفعها فنظر فيها يتأمل، قال: سبحان الله، هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر، ألا تدل على السميع البصير؟ ما تدل على الله؟ والإمام أحمد ينظر إلى ورقة شجرة صنوبر ثم يمسكها ويرفعها، قال: هذه الشجرة أو هذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الماعز فتخرج لبنا، ألا تدل على السميع البصير؟ والإمام مالك في الحج يوم عرفة يرى الناس يلهجون بالذكر: هذا أعجمي وهذا أعربي وهذا غني وهذا فقير، وضجيج الأصوات وارتفاع الدعوات، فوقف ينظر، قال: لا إله إلا الله، تعددت اللهجات واختلفت اللغات ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات. هذه آية، الله جل وعلا ما يحتاج إلى دليل. يذكر أن امرأة من نساء نيسابور قالوا لها أن رجلا عالم من العلماء ألف كتابا، هذا الكتاب جمع فيه 1000 دليل على وحدانية الله وعلى وجود الله. قالت: والله ما جمع 1000 دليل على وجود الله إلا لأن عندها 1000 شك على أن الله موجود. الله لا يحتاج إلى دليل، السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج كلها تدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله جل وعلا في كل شيء ترى حكمته وترى عظمته، ولذلك هذا التفكر أحد أسباب معرفة حق الله جل في علاه. الله يقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيش؟ معرضون. إذا عظمته عرفت حقه، إذا عرفت قدرك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، العقل نعمة، ولذلك تجدون أن الله تبارك وتعالى من أسمائه القهار، قهر كل شيء، كل شيء. الآن كل شيء موجود في الأرض لا يمكن نصنع شيئا إلا هو تقليدا ومحاكاة، محاولة لما صنعه الله. الطائر حينما رآه ذلك العالم عن طريقه استطاع أن يصنع تلك الطائرة. لما صنع الكمبيوتر وهذه الأجهزة هي تحاول أن تحاكي شيء من هذا العقل الذي يحتفظ ويختزن ببعض المعلومات. تأتي كذلك إلى المركبة حينما تركب على الدواب الحمير والبغال والجمال وغيرها، ثم تصنع هذه المراكب الكثيرة، وقس على ذلك. ولذلك نحن حينما نأتي إلى قدرة الله تبارك وتعالى يشعر العبد بضعفه، ويشعر كذلك بأنه عند خلق الله لا شيء. كن مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في ومضات الكرى، مع الله عند امتداد السهر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في أمسي المنقضي، مع الله في غدي المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر.